رعاية وزارتي الثقافة والسياحة واحتفاء بأيام التراث السوري في محافظة طرطوس للحفاظ على التراث السوري القديم الذي يشتهر به أهل الساحل. انطلقت فعالية مهرجان التراث الشعبي الثالث بحضور فعاليات رسمية وأهلية. الهدف هو الترويج للصناعات التقليدية، الصناعات القديمة اللي بنعتز فيها، وهي بنعتبرها أحد عناصر الهوية اللي بتميزنا كسوريين. مجرد إقامة معارض للصناعات التقليدية السورية هو ترويج لها، هو جسور ثقافية وحضارية للتواصل مع الآخرين. اليوم نحتفل بمهرجان التراث السوري الشعبي اللي هو بالمرة الأولى بالتعاون بين وزارتي السياحة والثقافة. إن شاء الله يكون تعاون مثمر ويستمر للأعوام القادمة أيضا. طبعا تراثنا هو هويتنا بالدرجة الأولى، هو تعبير عن جذورنا اللي بتمتد لأكثر من 7000 سنة بتاريخ سوريا. عنا يعني التراث المادي واللامادي، حتى رح يكون عنا خلال 3 أيام محاضرات وندوات عن هالموضوع إضافة للأمسيات الفنية والموسيقية. هلا إقامة مهرجان التراث الشعبي الثالث في طرطوس بهي الظروف الصعبة هو رسالة من أولى لكل اللي تآمروا على سوريا، أنه نحن شعب ينبض بالحياة وعم نثبت هالشيء، أنه نحيي التراث ويتوارثوه الأجيال القادمة. افتتحت فعاليات المهرجان في مسرح المركز الثقافي بالمدينة، وتخلل الافتتاح إلقاء عدة كلمات وعرض فني لفرقة علي إسماعيل وثابت عمران، جسد مقارنة بين العرس الحديث والعرس الشعبي في الساحل السوري. نحن مثل ما بنعرف هلا أنه الهجمة هي على تراثنا وعلى تاريخنا وعلى حضارتنا، فنحن معرضنا هي مستمرة وما راح توقف، ومن أول معرض اللي راح يكون الآخر. إنما إحنا لما بنجيب معروضات من كافة أنحاء محافظة طرطوس كتراث ساحلي وحتى كتراث سوري، فنحن عم نعرضهم أول شيء لتبقى الذاكرة موجودة لحتى ما تنبحها. عندما نقول تراث ونحن مشاركين اليوم بهذا المهرجان لثاني سنة، نقول وطن، نقول جبل، نقول بحر، نقول شجر، نقول مطر، نقول انتصار في هذا اليوم الأصيل للتراث. تراثنا هو المستهدف، تاريخنا هو المستهدف، ويبدأ الانتصار من بطولات الجيش العربي السوري ويزغرد التراث والفن في هذا البلد. شارك أنا بسبع سفن، 4 منا فينيقية وواحدة فرعونية واثنين كورينا هي عالمية معروفة بريطانية، ومشارك بآلتين قانون، أنا صناعة القانون طبعا. أحد الآلات فيهم هاي طورتها، حاولت طورها، بيت المفاتيح مثلا، العرب، المسافات الصوتية، الصوت صار فيها تطوير. لمشاركتي السنة كانت، فهي حبيت تكون مختلفة، هي الضغط عن حاس بطريقة الرولييف، طبعا طريقة مبتكرة جديدة هلأ السنة، أنا هاي كانت تجربة بالنسبة لي وحاولت أني أثبتها. رائع للتراث السوري، 7500 سنة سوريا بلد الحضارات. من خلال مشاركتي مشارك أنا بعدة أعمال على الخشب وعلى الحجر، البوط العسكري يلي داعش على رأس الإرهاب في العالم. الحضارة ما بتجي عبس، هي تاريخ وتأريخ، فلذلك كتير مهم أنه دائما يكون في معارض، ودائما مهم أنه كمان نحافظ على الشغلات القديمة ونحاول نشجعهم لحتى يقدروا يستمروا. كتير حلو ومرتب جدا جدا، وأنا كل سنة بشارك فيه، بحافظ على التراث وجميل جدا. ضم المهرجان معرضا للحرف التقليدية واليدوية من الساحل السوري، وذلك في صالة المعارض في مدينة طرطوس القديمة، والتي تضمنت مجسمات سفن خشبية تاريخية وأعمال حرير وصناعة الصوف والحلي القديمة ومنحوتات خشبية وحجرية ولوحات فنية من توالف البيئة، إضافة إلى أطباق الخشب والخيزران، والتي تجسد تراث وتاريخ الحضارة السورية على مر العصور.